إذا تكلمت معك. أنسة ماريت؟ نعم. ماذا عن تلك الفتاة التي تنظف الصف؟ هل فعلت شيئا خطأ؟ هل قيل لها أنها تتكلم معنا؟ أستغرب ذلك. نعم، من المحتمل أن هذا هو النظام. مع ذلك، لأنها غير معتادة على العمل وتفشل في كل شيء، سمعت أن الآنسة من شين قالت لها ألا تصعد إلى غرف الفتيات. مسكينة. هذا طبيعي. عندما كنت خادمة جديدة لم أستطع الظهور أمام الرئيسة لفترة طويلة جدا. هل حضرت من مكان بعيد؟ نعم، أظنها من قرية صغيرة بعيدة بعض الشيء عن لندن. سمعت أنها فقدت أباها ولهذا تركت بيتها لتعمل وتعيل أخاها وأختها. ما نوع العمل الذي تعمله؟ إنه عمل متعب حتى أنك لا يمكن أن تتخيليه. تصحو قبل الفجر لتسحب الماء، تنظف المدخل، وبعدها تساعد في إعداد فطور الآنسات وتنظف المائدة، تحمل الفحم وتنظف المدفأة، تنظف الغسيل، تلمع أحذية الطالبات، وبعد تنظف مائدة العشاء وتعود إلى أعلى وتذهب للنوم وقد انتصف الليل. هذا هو عمل فيكي يا أنستي الصغيرة، إنه عمل متعب. هذا معقول؟ مسكينة، كم أشفق عليها. نعم مسكينة. لم أنتهي منها بعد. مهما نظرت في المرآة لن تصبح جميلة أبدا. أرمينغارد، تظنين أنني انزعجت أن سالي أصبحت ممثلة التلاميذ، أليس كذلك؟ أنا لا أعرف، أنا لا أدري. أعرف بماذا تفكرين أرمينغارد، لكن معرفة الصف لقب فارغ تعطيه الآنسة مينشين، فهمتي؟ هذا صحيح، تماما يا لافينيا. لا، لا يمكن. ما
من فضلك. ما بك؟ لما لم تطرقي الباب؟ سامحيني أرجوك أنستي، أحضرت لك الغسيل. يا لها من طريقة للكي، هذه ليست جيدة. أنستي وهذا أيضا غير نظيف، لم يعيه مرة أخرى. هيا خذي. أرجوك سامحيني، أعتذر لك أنستي. الولايات المتحدة، سمعت أنه آخر صرعة في ولاية نيويورك كلها. جميل. سالي. مرحبا فيكي، ما الأمر؟ هل وبختي ثانية؟ لكنك تبكين. أنا لا أبكي، إنه من تأثير البصل، هذا ما في الأمر. حسناً، سنتدرب اليوم على الفالس. لافينيا. نعم. أنت تجيدين الرقص. أرينا إذن كيف سترقصين الفالس. حاضر. بيكي، بيكي، ماذا تفعلين؟ أرجوك سامحيني. نظفي غرفة الآنسة، ماشي بسرعة، هيا. وكذلك المدفأة. نعم حاضر. Ah!
أنك ترقصين الفالس. نعم، تدربت على الرقص في معهد قريب من بيتنا في الهند. جربي وارقصي إذن، هيا. نعم. فيكي، أنا ذاهبة للأنسة مينشي، ولذا طلب مني بأن أخبرك بأن تنظفي غرفة الأنسة الصغيرة. هل فعلت ذلك بدون تأخير؟ غرفة الأنسة سالي؟ نعم، أخبرت جيمس والأنسة مولي بذلك. هل تفعلين ذلك؟ نعم. غرفة جميلة. كم هو ناعم. أجملها.
ناقصة ماهرة. أنت ناقصة ماهرة أكثر من لاميميا. طبعا لوتين. بونابرت، لابد وأنها تعبة، يجب أن لا تنقذها، أفهمت؟ أنت حقا جميل. لا. ابقي قليلا، لقد أنهيت عملك صحيح؟ إذا تستطيعين البقاء قليلا، تعالي واجلسي أرجوك. لا تقلقي لأنك ضيفتي هنا، ألا تأخذين حلوى؟ تعالي واجلسي. هل أستطيع حقا الجلوس معك؟ طبعا تفضلي فيكي. ألست غاضبة مني؟ بتاتا، أنا سعيدة باستقبالك كضيفة عندي. لكن الآن سمنشن. لا تقلقي، لن أقول شيئا لأحد. هيا تفضلي كلي. طعمها لذيذ، لقد بلعتها. جربي واحدة أخرى، ما رأيك بهذا؟ تبدو شهية. أنستي، هذا فستان جميل. هذا؟ لقد انتقاه لي والدي، إنه المفضل لدي. لقد رأيت فتاة جميلة في الريف، حينما أنظر إليك أشعر أنك تشبهين تلك الفتاة الجميلة. لم أشعر أبدا أنني جميلة، أنا وأنت فتيات مثل بعض. إنها فقط مسألة حظ أنني سالي وأنت فيكي، وبالطبع كان من الممكن أن أكون مثلك وأنت مثلي. حظ؟ من الممكن، لا تستغربي، أو يمكن أن تتغير الأحوال فتصبحين مكاني وأصبح مكانك. من المستحيل ذلك. لكن أشعر أحيانا كأنني شخص آخر. أتخيل نفسي أنني سندريلا. هل قد سمعت بتلك القصة فيكي؟ نعم، وفي بعض الأحيان شعرت أنني فتاة الرماد الحقيقية وبكيت لوحدي بعد إذن. لكن فيكي، يمكن أن تكون سندريلا سعيدة بعد ذلك. حقيقة؟ لأنني لم أستمع إلى بقية القصة. ما رأيك أن أخبرك بالبقية؟ أرجوك، نعم. بعد ذلك عملت سندريلا بجهد في المطبخ. يا إلهي، علي أن أذهب إلى المطبخ الآن وإلا وبخوني. أنا سعيدة بمشيئك. نعم، هل أتيت إلى هنا بعد أن تنهي عملك؟ نعم. وهكذا سأكمل لك القصة.
سآتي بكل سرور. انتظري، هذه لك. تفضلي. أشكرك أنستي. لا بأس فيك، خذيها. شكرا جزيلا. مهما كان الفحم ثقيلا لن أهتم بعد اليوم. مهما أبكي في المطبخ سأحتمله، لأنه يوجد أنسة حنونة هنا. نعم، كم أنت رائعة، كم أنت رائعة فيكي. سأقبلها مع شكري. مسكينة فيكي، لم أتوقع أن تفرح لهذه الدرجة. شعرت بدفء في قلبي لأنني تكلمت معها أخيرا. إنها طيبة جدا. لافينيا تجد في لوتي دائما الفرصة لإشباع حقدها، وتبدأ بتحريض السيدة منشن على سالي. ترى هل ستتمكن من ذلك؟ وما هي قصة الرسالة التي استلمتها سالي؟ أنا قصة إنسان، أنا جرح الزمان، أنا سالي سالي. عيش في حنين.